بصوا يا جماعه، انا دلوقتي كنت قاعد بتمشى فلقيت كيس شيبسي غريب كده حجمه اكبر من وشي، فقلت بس الشيبسي ده انا لازم اجربه. والله لقيت منه طعمين كده فجبتهم، فتعالوا نجربهم سوا. ده حجم الشيبسي، بصوا يا جماعه حجمه اطول من وشي، الثاني برده اطول من وشي، ما هو الاثنين برده نفس النوع. مش عارف انتوا شايفين هنا ولا لا، ده بطعم اللي تشيزي جبنه شيدر. بقى الثاني طعم خلي بالسميك، انا مش عارف انتوا عارفين الطعم ده ولا لا. بصوا بقى كيس الشيبسي ده مستورد، بصوا بقى مكتوب عليه هنا صراحه بطاطس مقرمشه، جبتها من ورا، كل حاجه بالانجليزي. ده سعره بالظبط عامل 20 جنيه. شفتوا جامدة أوي، شكله عامل ازاي من جوه؟ النية بتاعته طبعا، شوفوا الشيبسية عاملة ازاي، بصوا بقى شكل الشيبسية، عشان باكل الجبنة متبلة. حلو أوي، بس طعم البصل فيه واضح أوي، حاسه ناشف سيكا بس متبلات فيه كتيرة. عشان الكمية شوية 20 جنيه. حاجة أنا قفشتها دلوقتي بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، هقول لكم عليها في آخر الفيديو. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتعالوا ندخلوا على الطعم التاني. ده بقى الشكل بتاعه، بسم الله. حاسس ده اكتر من التاني بكتير، مش عارف ليه. خد ده بتاع ده الخل والملح بتاعنا بقى ده، بس ده مستورد. نعم، طعمه غريب قوي، افتر تيست بيختفي بسرعه قوي. هو في تقريبا بتاع 6% بالظبط او 7% خل والباقي ليمون. هتحس بطعم جديد كده، وما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم لو عملنا سلسله وسميناها حاجات غريبه الاطوار، ونجيب فيها الحاجات المستورده بقى والحاجات الغريبه دي والكوري بقى والجو ده ونجربوها. هستنى رايكم تحت في الكومنتات. طعم مختلف كده وحاجه جديده. هو الكميه بتاعته مش قليله بس مش كتيره قوي يعني. مش عارف اسمه ريوي ريو ريوي، اللي عارف ده برضه اكتب لنا رايه في الكومنتات واكتب لنا تجربته كانت عامله ازاي. تعالوا بقى ندخل على فقره المستكشف. اخد شيبسيه من هنا على شيبسيه من هنا وهغمض عيني وادوق. دلوقتي انا خدت واحده اهو من الكيس ده، واحده من الكيس ده، دلوقتي هندوقهم ونشوفوا طعمهم. بسم الله، ده اللي بالليمون، ده اكيد اللي بالجبنه. محتاج الفاتوره بتاعتهم عشان الناس اللي ما بتصدقش السعر.